All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو، وحلقتنا اليوم مميزة لأن فيها أحداث رهيبة جدا، وراح تقول ايش راح يصير لو أخذت جثة مايكا بيل الحنش إلى قبر آرثر مورغان الأسطورة. وأيضا عندنا راح يكون مجموعة من الأشياء استكشافية حول عالم Red Dead Redemption 2، فتعالوا سويا يا لهبيين نخش في المقطع. طبعا زي ما تعرفون في نهاية مهمة American Venom، المهمة الأخيرة للعبة Red Dead Redemption 2، الأسطورة دوتش راح يقتل مايكا بيل بطلقة زي السم. I got too much to say no more. You shot me. You shot me pretty good. Thank you. زي ما شفتوا في نهاية المطاف مايكا بيل مات وطاح على وجهه زي ما تلاحظون. بعدها داتش راح يتخارج من المكان، وجون وسيدي وتشارلز راح ياخذون أموال بلاك ووتر. وبما أنه مايكا بيل يعني حنش وشخص سيء، جون مورستن أبدا أبدا ما دفنه ولا حتى فكر يعني أنه يدفنه، بل انه حتى البينكرتنز لما زاروا مايكا بيل عشان يعرفون الاخبار منه ما دفنوه ولا حتى تعاملوا معه وشالوا جثته. وهذا يخلي لنا الخيار انه نقدر نزور مايكا بيل بعد نهاية اللعبة. طيب عشان تقدر تشيل جثة مايكا بيل لازم وضروري جدا انك ما قد رحت للجثة مسبقا، يعني لازم انها تكون اول زيارة لك. حلوين؟ طبعا هذه التخزينة عندي، أنا أول مرة أروح لمكان مقتل مايكا بيل، وفعلا حصلت جثة الحنش حالتها حالة وفي حالة سيئة جدا. طبعا لو تلاحظون راح تشوفون في علامة سلاح في الميني ماب أو الخريطة، وفعلا هذا السلاح هو سلاح مايكا بيل، وهذا هو أقوى سلاح في اللعبة كاملة. ونعم يا جون مورستن ترى تقدر تشيله. طبعا أول مرة تيجي للمكان فقط بإمكانك إنك تطالع في جثة مايكا بيل وغيرها من الأشياء، لكن ما تقدر تشيلها. عشان تفعل خيار انك تقدر تشيلها كل اللي عليك انك تنام 24 ساعة وترجع للمكان مرة اخرى، وفعلا زي ما تشوفون قدرنا نشيل جثة مايكا بيل. الامر الغريب انه ما هم مسمين الجثة بمايكا بيل، بل انهم مسمينه سترينجر او غريب، يعني حتى اللعبة جحدوا الحنش مايكا بيل. طبعا الان يا صديقي انت اذا كنت حاقد على مايكا بيل الحنش فانت عندك جميع الخيارات تقدر تسويها فيه. تقدر تحرقه، تقدر تسوي منه كبسة لهبية وتطبخه، تقدر تأكله للخنازير وتطعمه للخنازير، تقدر توديه عند التماسيح عشان يدمروه تدمير شامل، او حتى ممكن تقدر ترميه من فوق جبل الماونت هيجن عشان ينتهي مايكا بيل. يعني كل شيء تقدر تسويه بمايكا حنش. لكن حنا راح نسوي مجموعة من التجارب المهمة اللي على طول جات في بالي بمجرد ما عرفت انه اقدر اشيل مايكا بيل. اول شيء ايش راح يصير لو اخذت جثة مايكا بيل لمنزل جون مورستن في بيتشارز هوب؟ هل ابيجيل راح تتكلم عن الموضوع او انها تمنع جون مورستن انه يدخل الجثة او لا؟ تعالوا شوف سويا.
زي ما شفتوا قبل ما حتى نخش أو قبل ما يعني نقرب من البيت، جون مورستن تخلص من الجثة، وأحسه يعني لما يتخلص منها قاعد يقول ما يستاهل هذا القذر إنه يكون في هذا المكان المحترم. يعني فعلا لما أخذنا جثة مايكا بيل بيتشرز هوب، على طول جون مورستن تخلص من الجثة ورماها على الأرض زي ما تشوفون. ثاني تجربة إننا نأخذ مايكا بيل لمكتب الشرطة في مدينة الستروبيري، لأنه زي ما تعرفون مدينة الستروبيري كانوا يبغون مايكا بيل مشنوق ويبغونه ميت، فهل راح يتعرفون عليه وراح يأخذون جثته عشان يتخلصون منها؟ لكن الموضوع ما فيه إن الشرطة عاملونا كمجرمين وإننا ارتكبنا جريمة وجلدونا جلد زي ما تشوفون. التجربة الثالثة، إيش راح يصير لو أخذت جثة مايكا بيل لقبر آرثر مورغان؟ زي ما شفتوا ما في أي شيء كبير حدث، ما في أي حوارات أو أشياء غريبة حدثت، لكن صراحة أول شيء جاء في بالي إني أخذ جثة مايكا بيل لآرثر مورغان، لأنه في عقلي وفي مخيلتي أحس إنه لازم آرثر مورغان يعرف إنه ترى انتقمنا من مايكا بيل، وإنه جون مورستن فعلا أخذ بثأر آرثر مورغان. يعني مايكا بيل قتل آرثر، جون مورستن قتل مايكا بيل، أحس لازم يعرف ويشوف هذا الشيء إنه حتى مايكا بيل قتل وشوف جثته يا أسطورة. طيب خلونا نخش في الجولة الاستكشافية حول عالم Red Dead Redemption 2، وبداية راح تكون من مدينة الساندينيز. Hey friend, come here a minute. Trust me, you wanna hear this. I promise. You're gonna wanna hear this. Hey, you interested in some quick money? I am talking real quick. Yeah, now, it's too open here, but, follow me and we'll chat. Hello. All right, so here's what I have in mind. How do you find these damn idiots? You can just tell with some folk. Come on, let's see what he has and dump him somewhere. زي ما شفتوا تمت السرقة بنجاح، وبمجرد ما خشينا هذا الزقزوق هاشتاج زقزوق، اللي يعرف معنى كلمة زقزوق يكتب لنا في خانة التعليقات. على طول جتنا ضربة على الرأس من العصابة السارقة، وزي ما شفتوا سرقوا تقريبا 53 دولار، واللي تعتبر مبلغ كبير عام 1899. فيا صاحبي لو قابلت هذا الشخص انتبه انتبه تتعامل معاه، لأنه حرامي درجة أولى. أنا صراحة أحمد ربي إنهم شالوا فقط 53 دولار. في بعض الأشخاص انسرقوا في 1000 دولار كاملة، 1000 دولار دولار ينطح دولار. طيب يا لهبين، هل قد قابلتوا هذا الموقف؟ وإذا فعلا يعني طحتوا في هذا الموقف كم انسرق منكم؟ شاركونا في التعليقات. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم، إيش راح تسوون بمايكا بيل بعد ما عرفتوا حركة اليوم؟ والله أنتوا أفكاركم جهنم، أتوقع راح تدمرونه تدمير. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.